المرسلين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنكس منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد ناشئة الليل هي أشد وأقوى وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبدل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما نواهجرهم أجرا جميلا واصبر على ما يقولون نواهجرهم أجرا جميلة جميلة بتول وذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكنا وجهيما وقاما ذا مصة وعذابا أليما يوم تقوم الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا إنا أرسلنا إلى فرعون إليكم رسولا لا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا رسولا فأخذناه أهدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل ولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مسؤولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تكون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وقائمكم وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا
wastaghfirullah. Inna Allah wa furrahim. Alhamdulillah.